كان الكاهن رجلا لطيفا في الستين تقريبا، منهمكا في واجباته وتقلس شخصيا إلى حالة من العدم تقريبا نتيجة صمت القرية والشعار على كل جانب دعني وشأني. كانت كل زوجات عمال للمناجم تقريبا من الميثوديات، ولم يكن عمال المناجم أي شيء، لكن حتى الزي الرسمي مثل الذي يرتديه رجل الدين كاف ليطمس تماما حقيقة أنه رجل مثل أي رجل آخر. لا، إنه مستر أشبي، نوع من الوعظ التلقائي والاهتمام بالصلاة. كان عمال المناجم بمعنى ما رجاله، لكنه يراهم أشياء لا رجال، أجزاء من المنجم لا أجزاء من الحياة، ظواهرا خامة فجة لا كائنات بشرية بجانبه. يخشاهم بطريقة ما ولا يحتمل نظرتهم إليه وهو قعيد، وبدت حياتهم الغريبة الفضة غير طبيعية مثل حياة القنافذ. يهتم عن بعد مثل رجل ينظر من ميكروسكوب أو من تلسكوب، لم يكن على اتصال بأحد، لم يكن فعليا على اتصال بأحد باستثناء راجبي بشكل تقليدي ومن خلال الرابطة القوية لحماية العائلة مع إيما، وباستثناء ذلك لا يعنيه شيء حقا، وشعرت بأنها لا تعنيه حقا. ربما ليس هناك ما تحصل عليه في النهاية، مجرد رفض للاتصال الإنساني، لكنه يعتمد عليها اعتمادا تاما ويحتاج إليها كل لحظة. كان ضخما وقويا كما كان وعاجزا، يستطيع الحركة في الكرسي المتحرك، ولديه كرسي حمام يتصل بمحرك يستطيع التحرك فيه ببطء حول المنتزه، لكنه بمفرده مثل شيء ضائع يحتاج إلى كوني بجانبه لتؤكد له أنه موجود على الأقل. لكنه طموح، بدأ يكتب قصصا غريبة وشخصية جدا عن أناس عرفهم، بارعة ولادعة لكنها بطريقة ما ملتبسة لا بمعنى. كانت الملاحظة استثنائية وعجيبة، لكن لا يوجد تماس، لا يوجد اتصال حقيقي، وبدا وكأن كل شيء يحدث في الفراغ، وحيث إن مجال الحياة اليوم عموما مسرح بإضاءات اصطناعية. جاءت القصص متوائمة بغرابة مع الحياة الحديثة، أي مع النفس الحديث. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.